شكرا السيدة النائبة المحترمة على هذا السؤال. بغيت نقول بأنه منذ فتح الأجواء المغربية بعد الجائحة عرفت حركة النقل الجوي انتعاش مهم وبلغ معدل الاسترجاع 80% مقارنة مع 2019، كما أنه بلغ 90% خلال عملية مرحبة. فيما يخص بعض الوجهات على سبيل المثال ما بين المغرب وإسبانيا، عرف الانتعاش ما يفوق 120% في ظل بعض الارتفاعات القياسية، وبعد أشهر قليلة فقط بعد إعادة فتح الأجواء عرفت بعض الرحلات تأخرات وإلغاءات لحجوزات ناتجة عن الارتفاع المتزامن مع عودة الحركة الجوية خاصة خلال عملية مرحبة. فيما يخص المراقبة وحماية حقوق المسافرين وكما هو معمول به دوليا، الوزارة أعدت مشروع مرسوم في هذا الباب تتراعي في إعداد مقتضيات الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن ملائمة التشريعات الأوروبية الجاري بها العمل لدى منظومة الاتحاد الأوروبي تنفيذا لاتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي. شكرا.